استكمالا لتعزيز التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، تأكيد على أهمية تفعيل خط نقل بري مشترك. وخلال لقاء جمع مسؤولين مصريين في قطاع النقل بالسفير الأردني في القاهرة، أكد الجانبان على أن هذا الخط سيسهل حركة التنقل بين الدول الثلاث بالنسبة للعمالة أو الطلاب أو التجارة. يسعى مشروع خط النقل بين الأردن ومصر والعراق إلى إنشاء طريق مشترك وسريع بين تلك البلدان، وستبلغ تذكرة انتقال الراكب الواحد بين الدول الثلاث 130 دولارا على أن تشمل سعر العبارة بين مينائي نويبع والعقبة. وبحسب البروتوكول الموقع خلال قمة مصر والعراق والأردن، فإن إنشاء الخط البري سيكون تحت إشراف جهاز تنظيم النقل المصري وشركة الاتحاد العربي السوبر جيت عن الجانب المصري، وعن الجانب الأردني شركة جيت في مقابل شركة الوفود والمسافرين عن الجانب العراقي. ويهدف الخط بين الدول الثلاث إلى تسهيل التنقل بالنسبة لحركة العمالة المصرية وحركة الطلاب والدارسين من هذه الدول إلى مصر. كما يسعى هذا الخط الثلاثي المشترك إلى تعزيز التبادل التجاري بين مصر والعراق والأردن. للمزيد ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من القاهرة الدكتور حسن الصادي، المستشار الاقتصادي والمالي وأستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة. أهلا وسهلا بك دكتور حسن. بداية، ما تفاصيل مشروع الخط البري الذي كما ذكرنا سيربط مصر بالأردن والعراق، وأيضا متى سيبدأ العمل به؟ بالتأكيد هي دي الحاجات اللي بتعمل نوع من أنواع التكامل الاقتصادي ما بين الدول العربية. خطوط الاتصال وخطوط وطرق المواصلات المباشرة ما بين الدول العربية هي اللي بتعمل الترابط الاقتصادي، وبعد الترابط الاقتصادي بيجي ترابط اجتماعي وترابط سياسي بدرجة أعلى. لو جينا بصينا على المشروع، هو مشروع قديم جديد، هو موجود أساسا بين الثلاث دول، كان تحت الإشراف منظمة الأمم العربية، جامعة الدول العربية، كان تحت إشراف جامعة الدول العربية بين مصر والأردن والعراق، وكان السوبر جيت هو اللي كان موجود في الحتة دي، هو اللي بيتولى التنسيق ما بين الثلاث دول. المشروع في وضع الحالي هو هيرتبط بمجموعة طرق جديدة، خطوط مواصلات جديدة ما بين الثلاث دول علشان تسهل حركة التبادل التجاري والبشري ما بين الدول ديت. لو جينا بصينا، احنا عندنا في مصر حوالي 3 مليون عراقي، وفي نفس الوقت احنا عندنا في العراق اقل من المليون مصري يعملون في العراق، بالرغم ان هم كانوا قبل الغزو وقبل الحرب العراق وتحرير العراق وتحرير الكويت والكلام ده كله، كان تعداد المصريين اللي وصل في العراق في الفترة دي كان حوالي 3 مليون، لكن قل العدد بدرجة كبيرة جدا. دلوقتي حتى الاحصائيات غير مؤكدة، هل هم 750 ألف، هل هم 700 ألف، أكتر أقل، غير مؤكدة. لكن المؤكد إن إحنا عندنا في مصر 3 مليون عراقي، والمؤكد برضو إن إحنا عندنا في الأردن 1,150,000 مصري يعملون في الأردن. لو جينا بصينا على العمالة المصرية التي تعمل في العراق والعمالة المصرية التي تعمل في الأردن ومقابلها المواطنين العراقيين الموجودين في مصر، طبعا ما فيش النسبة العالية من المواطنين الأردنيين في مصر كما العراقيين. لو جينا بصينا هنلاقي الناس ديت من هم من ذوي الدخول المتوسطة أو الدخول المحدودة، وبالتالي أفضل طرق المواصلات بالنسبة لهم والتنقل ما بين الدول ما هياش الطيران، هو بيجي في المرتبة الأولى التنقل البحري ويلي التنقل البري. التنقل البحري ما بين العراق والأردن ومصر مش موجود، لكن في التنقل البري، وبالتالي الخط ده هيعمل نوع من أنواع التبادل الكبير جدا ما بين الثلاث دول، ويخفض تكلفة التنقل ما بين هذه الدول، وبالتالي المفروض يكون مرتبط زي اتفاقية لتحرير تنقل العمالة ما بين الأسواق الثلاثة. وبالطبع هي هتكون في الاتجاه أن مصر هي اللي هتصدر العمالة للأردن الأردن وهتصدر العمالة للعراق، وما ننساش ان احنا داخلين على فترة من فترات الاعمار الضخمة جدا هتكون في العراق حتى يتم اعمار ما تم تدميره في الحروب السابقة بعد استقرار الوضع السياسي في العراق بنسبة معقولة. ومعروف ان هي العمالة المصرية هي الاكثر تواجدا في الدول العربية في عملية البناء والتجهيد، وبالتالي قد يكون هذا الخط يسهل عملية تنقل العمالة في البناء والتجهيد من السوق المصري للسوق العراقي حتى يتمكنوا. هل هناك موعد محدد لانطلاق هذا المشروع سيد حسن؟
للأسف التصريحات الصحفية اللي احنا شفناها والبيان الرسمي اللي طلع من وزارة النقل المصرية بعد الاجتماع اللي تم من يوم ما كانش مرتبط بفترة زمنية محددة، بس اللي احنا عارفينه ان هو في عهد الرئيس السيسي ان كل حاجة بتتم بأسرع ما يمكن، فاحنا ممكن نشوف ان الطريق دوت خلال سنة او سنتين بالكتير جدا يكون متواجد ويكون متواجد على اعلى مستوى، خصوصا ان احنا الكفاءات المصرية في عملية انشاء وتشييد الطرق عندنا كوادر ضخمة جدا قوية جدا سريعة جدا في عملية التنفيذ وعلى أعلى مستوى. اللي احنا بنلاحظه في داخل هنا في مصر شبكة الطرق والمواصلات اللي بقت موجودة في مصر على أعلى مستوى وبيتم تنفيذها إنه تايم ما بتصارخش وقت طويل، ومع الحاجة الجديدة اللي هو أدراكه صانع القرار ومتخذ القرار في عملية الطرق إن الطرق دي تنظم مواصلات الداخل الغير عادي بس عن طريق إن أنت تنمي مناطق تجارية حوالين هذه الطرق، على ما اعتقد اللي احنا بنشوفه على الهاي ويز اللي موجوده في مصر دلوقتي ان هي بقى في ديستنيشنز بقت يعني اللي احنا بنسميها مناطق التقاء او ترفيهيه على الطرق، على ما اعتقد ان دوت هنشوفه برضو على الطريق اللي بيربط ما بين او الطريق الذي سوف يتم استحداثه او تحديثه ما بين مصر والاردن والعراق، على ما اعتقد ان احنا هنشوف نفس المفهوم او الكونسبت اللي هو موجود عندنا في مصر وكونسبت ناجح جدا بيكسب بدرجه كبيره جدا. لو بصينا اقتصاديات هذا الطريق لما احنا بنقول التذكره هتبقى 130 دي من مصر للعراق، لكن لو هينزل في الاردن هتبقى بالتاكيد تكلفه اقل شامله تكلفه العباره اللي موجوده $130، ده معناه ان في حدود 2000 جنيه مصري. لو جينا بصينا على تذكره السفر ما بين مصر والاردن هي بتقف في حدود 5000 جنيه مصري، وبالتالي هي بتخفض في تكلفه السفر حوالي 3000 جنيه ما بين مصر ما بين مصر والعراق بتقف حوالي 7500 جنيه مصري، فهتوفر له حوالي 5500 جنيه. دوت هيوفر جزء كبير جدا من التكلفه في التنقل ما بين هذه الدول، يساعد على عمليه اعاده توطين للعماله ما بين هذه الدول، نعم يساعد على عمليه التبادل التجاري بالتاكيد، يساعد على عمليه التبادل الطلابي والسعي وراء الحصول على العلم، ولا شك أنه سينعكس أيضا على اقتصادات الدول الثلاث بيروح الأردن أو العكس بالتأكيد هينعكس إيجابيا على اقتصادات الدول الثلاثة، وهينعكس أكثر إيجابية على الروابط الشعبية ما بين هذه الدول نتيجة لحرية التنقل ما بين الأردن والعراق ومصر ومصر والأردن والعراق. بالتأكيد الوفود السياحية سوف تتجاوب ما بين هذه الدول، وبالتالي دوت بيؤكد نوع من أنواع الروابط الاجتماعية ما بين هذه الدول وشعوب هذه الدول، خصوصا أن مصر تحتضن الكثير والكثير من العراقيين، الأردن تحتضن الكثير والكثير من المصريين، وبالتالي الروابط الاجتماعية سوف يتم التأكيد عليها من خلال هذا الطريق، ومن خلال الروابط الاجتماعية يتم التأكيد عليها بالتأكيد الروابط السياسية سوف تكون أكثر. دكتور حسن، ذكرت حضرتك أنه هذا المشروع هو مشروع جديد قديم أو قديم جديد، ما الذي أخر انطلاق هذا المشروع؟ الإرادة السياسية يا فندم، كل الوطن العربي قايم على إرادة سياسية، في إرادة سياسية بيتم التنفيذ، ما فيش إرادة سياسية ما بيتمش التنفيذ، في أيادي قوية تاخذ القرار بفي تنفيذ، في أيادي مرتعشة بتستأذن قبل ما تاخذ القرار من جهات دولية في اتخاذ هذا القرار بيتأخر عملية التنفيذ. الحمد لله إن احنا بقى عندنا مجموعة من القيادات انكشفت لديها جميع الأوراق الدولية، وبالتالي بقت تاخذ القرارات التي تفيد شعوبها بمحض إرادتها، مش في عزلة، في نوع من أنواع الاستقلالية عن صانع القرار الدولي بما يفيد هذه الدول. الموضوع في الأول وفي الآخر يا فندم هي إرادة سياسية وقوة عسكرية تحمي هذه الإرادة. لك جزيل الشكر دكتور حسن الصادي المستشار الاقتصادي والمالي وأستاذ اقتصاديات التمويل في جامعة القاهرة، حدثتنا من العاصمة المصرية القاهرة، شكرا جزيلا لك.